السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم فرحة وطن. نطلع عليكم أعزائنا ومتابعينا في حلقة جديدة من صباحات الوطن، وحلقة نعيش فيها يوم جديد وأمل جديد وحلم جديد. فيا هلا ومرحبا فيكم معانا في هذه الأيام المفعمة بالحب والولاء. وصباحكم بخير حفاظ. صباحك بالنور والسرور وحب الوطن، صباحكم خير وصباحك خير يا أبها وطن. من درب السعيد ننقل لكم مشاهدينا ومستمعينا الاعزاء هذه الفعاليات المصاحبه للاحتفال باليوم الوطني. معنا اليوم في استديو صباح الوطن المهندسه نيله البرشيد وشقيقتها منيره البرشيد، مهندسات طيران. وايضا راح تنضم لنا الفنانه التشكيليه امل العاثم المستشار في وزاره الثقافه والرياضه، واللي ان شاء الله راح تشرفنا بعد شوي. وصبحكم الله بالخير وشرفتونا يعني. يا هلا. طيب. نيلة من على اليسار ومنيرة من على اليمين، راح نتكلم معاهم أكثر، ولكن الآن مشاهدينا بنتوجه إلى نور المنصوري اللي متواجدة في خيمة الدوحة. وصبحت الله بالخير يا نور، شلون الأجواء عندك؟ نور نرجع لها إن شاء الله مرة ثانية. أكيد. نبدأ مع ضيفاتنا نيلة أو منيرة. منيرة على اليمين. من على اليمين منيرة. أميرة، ايش عندك كلمة كذي جميلة وطنية، بما ان نحن عايشين هذه الأجواء الوطنية اللي ما لها مثيل، كلمة وطنية للوطن، وصفي لنا مشاعرك. والله ودي أقول إن اليوم الوطني ما صار يوم واحد في السنة، صار بالعكس، يعني السنة كلها يوم وطني. في هاي الأجواء الجميلة أحب أقول إن الله يديم نعمة الأمن والأمان على دولة قطر وعز شيخنا تميم وأبونا الوالد شيخ حمد بن خليفة آل ثاني والوالدة الشيخة موزة، وإن إحنا في عزهم بخير الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله شكر. ونيلة؟ أحب أقول إن يعني الفرحة اليوم عمت الكل، يعني حق المواطنين المقيمين صار الكل يشاركنا هاي الفرحة، لأن عدوها بلادهم، يعني قبل لا يعدونها بلاد يعني بس قطريين، هي صارت بلاد للكل، احتضنتهم كلهم. ف يعني وطن غالي، يعني نحب الفرحة، فرحتنا كلنا، ودائما هاي الشيء يذكرنا يعني بهويتنا بوطنيتنا، مش كثر يعني بإنجازات أجدادنا واللي سووه كلهم. فاليوم الوطني شيء يعني عيد لنا. أكيد. إذا يعني بسترسل معك نيلة، حضرتي من قبل درب الساعي ولا هذه أول يوم؟ لا حضرت من قبل، كل سنة أكون حريصة أن أنا أكون. وهذه السنة حضرتي قبل هاليوم؟ لا لين الحين. لين الحين. إذا يعني نأجل السؤال يعني حق إن شاء الله مرة ثانية. إن شاء الله. لكن خليني أسألك، بما أن أنتم مهندسات طيران والمرأة دخلت يعني هذا المجال، مع أن التخصص ليس بجديد، فأعطينا كذي وسمعي مشاهدينا شو اللي دفعك؟ هو كبداية أنا ما كنت أؤمن إن في تخصص مثلاً حكر على الشباب مثلاً من دون البنات، يعني حين البنت الحمد لله قدرت إن هي تدخل في كل مجال. هالشيء علمتني إياه الشيخة موزة الله يحفظها، إن إحنا يعني إن البنت قادرة توصل وتسوي وتنجز حالها حال الشاب، ولكن تخصصنا حلو، يعني هو تخصص يمكن يحتاج دقة تركيز، فكان هاي الشيء بالنسبة لي يعني قريب مني. فيوم شفت إن أنا قادرة إن أنا أكون قد هاي المجال، فليش لا، تخصص حلو. طيب. راح نعرف أكثر بعد شمعنا أنتو خوات ودخلتوا نفس التخصص، ولكن ننتقل الحين عند الزميلة نور المنصور الموجودة في خيمة مؤسسة قطر. ونور صبحت الله بالخير. صبحت الله بالخير يا خلود، وصبحت الله بالخير يا حصة، وصباح الوطن الغالي، صباح الولاء والعطاء لهذا الوطن المعطاء. اليوم أنا في خيمة كيون سي سي مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، سنتحدث مع ضيفتنا خلود العالي مدير التواصل الداخلي في مؤسسة قطر عن فعالية جدا مهمة مش موجودة عندنا في الدرب الساعي، لا في كيون سي سي مؤسسة قطر. يا أهلا ومرحبا بك اليوم معنا أختي خلود. مرحبا فيك وأهلا فيك، ومشكورة أخت نور، ويعطيكم ألف عافية تلفزيون الريان على هالاستضافة. الله يعافيك، واجبنا. الله يسلمك. الله يخليك. إنزين، بداية أحب أسألك عن شعورك خلال هذه الأيام الوطنية اللي إحنا نعيشها، وأيضا شعورك طبعا الأيام الوطنية اللي نعيشها أساسا من بداية الحصار. أي طبعا. لكن طبعا مشاركتنا في درب الساعي والبصمة اللي نوضعها من خلال مشاركتنا في درب الساعي جدا مهمة وجميلة. الشعور اللي أحاول إني أكتسبه منك وأنقله حق مشاهدينا.
طبعا شعوري شعور اي قطريه فخوره ان هي تكون على ارض هذا الوطن الغالي. والصراحه يعني احنا مش بس بقرب حلول اليوم الوطني اللي هو 18 ديسمبر ان احنا نحس باليوم الوطني من بدايه الحصار، واحنا نحس ايامنا كلها وطنيه. ولما نشوف في ظل قائدنا يعني سمو الامير وكل الجهود اللي هو بذلها عشان احنا نعيش على دوله قطر وما نحس الصراحه بالحصار، وبالعكس تحسين ان صرنا كلنا تكاتفنا مع بعض وصرنا اكثر وطنيه وحب لهذا الوطن الغالي. صحيح صراحة. اللهم لك الحمد على الحمد هذه النعمه. أيوة. نعمه الامن والامان وايضا نعمه القائد الحكيم بالفعل. ونعمه التماسك والترابط بين نعم. الشعب القطري وايضا بين المقيمين هلنا في على هذه الارض الطيبه. أكيد طبعا. اختي خلود، بنتكلم عن فعالياتكم الجدا مميزه لينا الزهر. هذه الفعاليه جذبتني من اسمها لينا الزهر، ابي اعرف شنو هي الفعاليه وليش اخترتوا هالاسم؟ فعاليه نزدهر معا احنا اخترناها وخصوصا في هذا الوقت بالذات، يعني اذا تشوفين من اسم الفعاليه نزدهر معا ان احنا كمؤسسه قطر دائما نسعى ان احنا نعمل مع جميع قطاعات الدوله، وبالعكس ان احنا نكون بيننا شراكات على اساس ان احنا نوحد الجهود ونقلل طبعا اي ازدواجيه في العمل بين المؤسسات. الفعالية هذه بالذات احنا نسلط فيها الضوء على أهم إنجازات مؤسسة قطر، وكذلك التأثير اللي تتركها المؤسسة سواء كان على الصعيد المحلي أو حول العالم. وإنجازات مؤسسة قطر هي بصمة في التعليم العالمي مش فقط في دولة قطر، اللهم لك الحمد. الحمد لكن لله. بعد مرور وتأسيس 20 سنة على مؤسسة، شن هي الأهداف اللي حققتوها وشن هي الأهداف المرجوة خلال الأعوام القادمة أن تحققونها؟ تمكنت طبعا مؤسسة قطر من تحقيق الكثير إلى الآن، يعني إذا تشوفين اللي هو في المجالات الأربعة الأساسية اللي هي خلتها على عاتقها، إن جينا في التعليم ما قبل الجامعي أو التعليم العالي أو في البحوث والتطوير أو في تنمية المجتمع. نعم. فتشوفين مثلا عندك المدينة التعليمية تحتوي على أرقى الجامعات والمدارس، كذلك عندنا مثلا تحتوي المدينة التعليمية على البحوث، معاهد بحوث تقوم ببحوث على أرقى المستويات في الدولة. نعم. وكذلك تشوفين طبعا خرجت الجامعات التعليمية آلاف الخريجين اللي هم كلهم طبعا التحقوا بسوق العمل بكفاءات عالية جدا. صحيح. وكذلك نلاحظ مثلا معاهد البحوث التي توجد في المدينة التعليمية تقوم ببحوث على مستوى عالمي في المجالات طبعا اللي هي ذات الأولويات الوطنية التي تهم دولة قطر. نعم. في مجال مثلا الطب الحيوي، في مجال البيئة والطاقة، وكذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. زين، إذا بنتكلم عن شنو هي المجالات العمل المشتركة بينكم مؤسسة قطر وبين الجهات الوطنية؟ طبعا مؤسسة قطر والجهات الوطنية في دولة قطر احنا كلنا طبعا نشترك شنو في تحقيق هدف واحد، وهو تحقيق رؤية قطر الوطنية. ومؤسسة قطر بالذات ركزت على هم اللي هي الأولويات الأربعة اللي هي مثل ما أنا ذكرتها، المجالات الأربعة اللي هي التعليم ما قبل الجامعي، التعليم العالي، وكذلك في مجال البحوث والتطوير وتنمية المجتمع. أهم الحاجات ركزتوا عليها توريكت، لأني كنت بسألك عن المشاريع المشتركة بينكم، بس الحمد لله ذكرتيهم لي. زين، كيف تمكن المؤسسة من التعامل مع تداعيات الحصار الجائر على دولة قطر؟ مؤسسة قطر طبعا لم تتأثر بتداعيات الحصار، بالعكس تضافرت جهودها وبذلت مجهود يعني أكبر. مثلا من أهم الأشياء اللي عملت عليها مؤسسة قطر إن هي ادعمت الطلاب القادمين على أساس إن هم لا يعني ما يخسرون عامهم الأكاديمي، وكذلك المراكز والجامعات في المدينة التعليمية قامت بعمل كثير من المحاضرات لتحليل اللي هو الحصار والآثار المترتبة عليه، وكذلك ان احنا نشرح آثار الحصار لمجتمع مؤسسة قطر وكذلك المجتمع المحلي. فتشوفين بالعكس يعني صرنا اكثر اصرارا كموظفين في مؤسسة قطر ان احنا نحاول ان احنا ندعم دولتنا على اساس ان احنا ما نخلي الحصار هاي يأثر على دولتنا الحبيبة قطر. صحيح. وبهالجهود الكبيرة اللي بذلناها في دولة قطر في جميع المجالات كلنا حاصرنا الحصار نفسه وتجاوزناه، اللهم لك الحمد. الحمد لله. الحمد لله. طبعا هذا الشيء راجع لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد من الكلمة اللي ألقاها، وغير اعتزازه بشعبه ومقيمينه اعطانا بعد حافز اكثر، حافز على الانتاجيه وعلى السعي للنجاح والانجازات. نعم. يعطيك الف عافيه اختي خلود العلي، مديره التواصل الداخلي في مؤسسه قطر. الله يعافيك، وجزاك الله خير على هذا اللقاء. ومشكورين وما قصرتوا، يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك، فديتك ووجهك.
يسلمك الله يخليك. مشاهدينا ومستمعينا، هذا كل شيء كان عندي من مؤسسة قطر وعا فعاليات لينز دهر. خلينا نرجع الاستديو حق اختي خلود وحصة. شكرا نور، ونشكر ضيفتك وخيمة مؤسسة قطر، يعني الجدير بالذكر ان اكيد عندهم انشطة مختلفة وفرصة لا تعوض ان الواحد ياخذ جولة هناك ويتعرف على الجامعات اللي عندهم عن قرب. صحيح. نرجع لضيفاتنا ولا صحيح. نرجع لضيفاتنا ولا نروح فيصل؟ نروح لفيصل. إذن من مؤسسة قطر إلى خيمة النصع مع نديبنا فيصل المهندي. صبحكم الله بالخير مشاهدينا، صبحكم الله بالخير خواتي خلود وحصة. اليوم أنا موجود في خيمة النصع، فعاليات كثيرة في خيمة النصع في درب الساعي. راح يكون لقاءنا مميز مع أحد لاعبي منتخب الوطني، في ألعاب جديدة، في أفكار جديدة في الخيمة راح نتعرف عليها سوا. معاي أخوي محمد تميمي لاعب منتخب قطر. صبحك الله بالخير أخوي، أهلا مرحبا فيك في برنامج صباح الوطن. صباح النور يا مرحبتين، أهلا مرحبا أخوي فيصل. في البداية تعرفنا على شنو الأشياء الجديدة في خيمة النصع في 2017 في درب الساعي. والله أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وقطر وحكومة وشعب بخير إن شاء الله. والله السنة عندنا استحداثنا الله يسلمك لعبة شوتة الكورة حق الأطفال الصغار. هاي بنروح لها وإحنا رايحين. أي نعم، وعندنا القوس والسهم اللي رميت فيهم الله يسلمك، عرفت شلون؟ ففي إقبال، يعني مثل ما تقول إقبال كبير، يعني عندنا في الصباح في الفترة الصباحية من المدارس، طلاب المدارس، العوائل، الجمهور الثانيين، العصر نفس الشيء، يعني عندنا عرفت ولا لا، الإقبال كبير. عندنا البنادق مثل ما شفتوها، البنادق الهوائية بالأهداف العادية والأهداف الإلكترونية. أبو جاسم أقطع كلامك له بالخير، فعاليات يعني الرماية بالقوس السهم والبندقية، يعني أحسها حق مستوى كبير مش أطفال، فأنت شلون خصصتوا الموضوع حق أن يكون الأطفال؟ والله شوف، إحنا أول شيء يعني توجيهات أستاذ علي الكواري رئيس الاتحاد ورئيس الفعالية ورئيس النادي، السيفتي عندنا هاي أهم شيء في لعبتنا، يعني عرفت شلون، سواء هني ولا في النادي. فالحمد لله يعني ما في شيء خطر عندنا على الأطفال ولا في عادي، كل الشباب اللي تشوفهم على البنادق وعلى حارات القوس والسهم كلهم مدربين وكلهم مختصين. احنا ما حددنا اعمار معينه مثلا ما تقول ولا اجناس معينه، لا، الكل يقدر يلعب سواء في شوته الكوره مثل ما تشوف او في القوس والسهم او في البنادق، الكل يقدر يلعب، مره رجال بزر الكل يقدر يلعب في اللعبه. يعني بخصوص امور السيفتي الحمد لله رب العالمين كل شيء تمام الحمد لله. شيء كيف تشوف اقبال الاطفال او اقبال العوائل على هذه الالعاب؟ ما شاء الله كل سنه تشاركون فيها ألعاب جديدة، كل سنة تكون فيها رماية بندقية وقوس النص قوس والسهم، فكيف تشوف الإقبال عليه؟ والله الإقبال الكبير عندنا الصراحة أخوي فيصل، الإقبال كبير، يعني من أكثر فعاليات عندنا إحنا في النص عندنا الإقبال اللي عندنا إحنا أوقات يعني نضطر، يعني مثل أول أمس تقريبا، أمس أو أول أمس قعدنا لين 11 إلا ربع تقريبا في الليل عساس بس الناس اللي داخل يخلصون، عرف شلون؟ فطبعا احنا ما نقدر نسكر لما الناس كلها تخلص. المدارس نفس الشيء، المدارس عندك اول امس خلصنا تقريبا 1:10 تقريبا، عرفت ولا لا، زياده على الدم. فالاقبال كبير عندنا، فاحنا يعني حاليا حتى السنه الجايه ان شاء الله باذن الله نحاول عندنا في استجداد العاب جديده ثنتين ان شاء الله بتكون. هاي يعني شيء حصري لقناه الريان، شنو الاشياء الجديده راح تكون موجوده السنه الجايه؟ ان شاء الله نحاول نخليها لكم مفاجاه، يعني تكون حلوه، يعني عندنا رئيس الاتحاد بلغنا ان شاء الله بتكون ممكن استحداث لعبه المسدس، عندنا لعبه النباطه، طبعا عرفتوا لا، بس طبعا قبل ما نسوي اي شيء بيكون له اول شيء دراسه السيفتي، لا عرفت شلون؟ فالحمد لله يعني لعبتنا مثل ما قلت لك كلها سيفتي ان شاء الله بتكون باذن الله. ان شاء الله باذن الله هذه راح تكون للسنه القادمه. أنا وياك بندخل بنتحدى بعض داخل في اللعبة الجديدة في الكورة، لكن قبل ما نتحدى بعض نقول حق مشاهدينا أخواتنا خلود
وحصة هذه فعاليات النصع الموجودة في خيمة درب الساعي، فعاليات مخصصة للأطفال وللعائلة بشكل عام، والأمان موجود بشكل بإذن الله 100%، والله الحافظ بإذن الله. فندعو كل العوائل يجون ويجربون، كل الواحد يجيب عياله يجرب القوس، يجرب البندقية، يجرب اللعبة الجديدة اللي ورانا، فاستمتعوا في فعالية النصع إن شاء الله. راح نلقاكم إن شاء الله بإذن الله بعد فترة في مكان ثاني وضيوف آخرين إن شاء الله. نلقاكم على خير. الصوت والصورة معاكم أختي خلود وأختي حصة. شكرا فيصل، وشكر أيضا موصول للضيف الكريم على الصور الجميلة اللي يتكلم عنها للأنشطة والفعاليات في خيمة النصع. ونرجع الحين لضيفاتنا. أكيد كنا عند منيرة على اليمين. منيرة تكلمنا عن، أو نيلة قالت لنا أن ليش اختارت هالتخصص، فأنت بعد ليش اخترتي هالتخصص؟ والله هو في أكثر من سبب خلوني أختار هالتخصص، يعني حبنا للهندسة كان يعني هاي الشيء الأول يعني بالنسبة مشترك. لنا يعني أيوة. بعدين لأن شركة القطرية يعني شركة رائدة في مجال الطيران، يعني شركة جدا يعني متفوقة في جميع المقاييس، فيعني الواحد يتمنى إنه يكون من موظفينها أصلا يعني. فاجتمع يعني خيارين في واحد يعني، فكان تخصص هندسة طيران تخصص نادر ومطلوب ونادر في العيلة خصوصا، يعني ما عندنا في العيلة مهندسين طيران. فبس فكرنا مع بعض، قعدنا مع بعض تناقشنا ورحنا الحمد لله. يعني بس مو بأنتي ونيلة بس، يعني أنتم معاكم أخوكم. أيوة أحمد بعد، يعني كان خيار. إحنا عندنا العيلة كلها علمية، ما عندنا أحد يحب الأدبي أبدا يعني. يعني تخصص الهندسة يعني تخصص جدا حلو وممتع، يعني حتى لشغل اليد للتفكير للتحليل يعني. فيعني كان خيار جدا موفق الحمد لله، والقطرية وفرت جميع السبل اللي الراحة حق الواحد إنه يعني يدخل التخصص. يعني حتى أتوقع اللغة في البيت بينكم تواصل شلون شكله؟ هندسي صار جزء منه هندسي وجزء غير هندسي. جزء هندسي يمكن يجمعنا إحنا الثلاثة، صرنا مهندسين، فتلاقين يمكن حتى الطرائف تصير بيننا شوية، في جزء هندسي لازم يكون. فيكون النقاش أحيانا أو في النقاش مثلا في التحدي، لا أنا عارف هاي المعلومة، لا أنا عارف هاي المعلومة، أنت غلط أنت صح، فصار النقاش في يعني صار جزء الهندسة وايد كبير من نقاشاتنا. شكلكم أنتم تعاونون على أحمد تقريبا شوية. المنافسة أو الدراسة نفسها، أن أنتم تدرسون نفس المواد، هل سهلت الموضوع عليكم؟ هل كنتوا من فيكم اللي كانت الدرس الثانية؟ شوفي احنا يمكن احنا الثلاثة كنا كل واحد ياخذ معلومة من الثاني، يعني كل واحد كان ممكن يعني رائد في شيء مثلا، يعني واحد في العملي، واحد مثلا في النظري وشي، يعني كنا مقسمين الموضوع، فكنا دائما نتعاون نتشارك في كل شيء فيهم. هو بعد كان دافع معنوي يعني حقنا، انه يعني كل واحد يبي يثبت انه هو الافضل، خصوصا مع مقارنه المدرسين لما يكونون عندك اخوان وياك في نفس التخصص، فانت احسن، اختك احسن، اخوك احسن. فيعني كان بالنسبه لنا يعني جدا تحدي كبير ان انت تثبتين ان انت افضل، او انه مش ممكن تنجحين في هالمجال اكثر من اي احد ثاني. وممتع اكيد في نفس الوقت. اكيد يعني، وان كان في هناك بعد تنافس بينكم فتنافس وايد ايجابي. اكيد الله يغير عليكم ان شاء الله. نيلة انت طلعتي معنا في بنت الوطن. أيه. برنامج بنت الوطن. أيه. بالفعل يعني خلف الكواليس، خلي اللي طلع للجمهور بس خلف الكواليس، تبارك الله لا اله الا الله، يعني احتضان الوالده والوالد وحبهم لكم دفعكم ما شاء الله انتم ثلاثه تكملون هذه المسيرة ومع بعض، بين في ذاك الوقت طلعتي في الحلقة وكان لها أصداء حلوة، إيش عطتك من الدافع زيادة؟ يعني الدافع شفناه في البرنامج، لكن إيش عطتك زيادة إن فعلاً إيش قادرة أنت تعطين الوطن؟ يمكن يعني يمكن هاي شيء يزيد من ثقتي بنفسي، أو يزيد المسؤولية تقريباً علي إن أنا أكون قد كل كلمة هم قالوها، كل نظرة فخر يعني طالعوني فيها، صار ممكن ان انا لازم اجتهد اكثر، اثبت نفسي اكثر، اكون قد هاي المسؤولية اللي يعني انحطت على كتفي يعني. فالحمد لله يعني كانوا
كانوا سعيدين بالحلقه، هم كانوا وايد مستانسين ان احنا اخترنا هاي المجال. في البدايه استغربوا، ولكن في النهايه يعني حبوه كثر ما احنا حبيناه. يمكن ما شاء الله واثبتوا روحكم، تباركتوا ومنحبهم يعني للتخصص لكم اكيد. نعم الحمد لله. اكيد ضيفتنا وحصه حديثنا مستمر. نعم. وضيفتنا امل عاثم ان شاء الله دقائق وراح تكون موجودة معنا. وحين عندنا شيء آخر، عندنا تقرير وهو من ضمن مشاريع الاستزراع السمكي المدرجة في استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022. وقعت وزارة البلدية والبيئة عقد إقامة مشروع للاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة في البحر في المنطقة الشمالية من الدولة مع مجموعة القمرة القابضة. للمزيد هذا المشروع نشوفه في هذا التقرير. في إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية، ووفق توجيهات القيادة الرشيدة بتفعيل دور القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية بالدولة، وقعت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية عقد إقامة مشروع للاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة في البحر بالمنطقة الشمالية من الدولة مع مجموعة القمرة القابضة. هذا المشروع الأول في دولة قطر باستخدام الأقفاص العائمة لاستزراع سمكي باستخدام طريقة الأقفاص العائمة. إنتاجه إن شاء الله من الأسماك بيكون حوالي 2000 طن سنويا قابلة للزيادة. تم استهداف الأسماك اللي فيها مجهود صيد عالي مثل الهامور ومثل السبيطي والشعم. طبعا احنا حاليا في دولة قطر نسبة الاكتفاء الذاتي عندنا من الأسماك أكثر من 85%. هذا المشروع بيضيف ان شاء الله حوالي نسبة يعني ما تقل عن 5% ان شاء الله من الأسماك هذه. المشروع هذا له أكثر من جانب، ليس فقط جانب الاقتصادي أو الأمن الغذائي، هو أيضا له جانب بيئي في المحافظة على الأسماك هذه وتقليل الجهد الصيد عليها، خاصة السمك الهامور اللي هو بيكون ان شاء الله المنتج الرئيسي للمزارع هذه، وبيقلل الصيد تدريجيا وبيكون ان شاء الله في بتوفر وكميات اكبر واسعار مناسبه ان شاء الله. هذا مشروع اول مشروع في دوله قطر، وهذا من اهم المشاريع الغذائيه، والحمد لله رب العالمين تم توقيع مع شريك استراتيجي من اقوى الشركات في العالم، شركه نرويجيه، وهذا ان شاء الله ما يضمن والضامن الله سبحانه وتعالى نجاح المشروع إن شاء الله وتنفيذ المشروع. ومن المتوقع أن يساهم المشروع في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك بالدولة بنسبة تصل إلى 87%، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 18 شهراً. رجعنا لكم مشاهدينا، وانضمت لنا ضيفتنا الأستاذ أمل عاثم مستشار الثقافة والفنون في وزارة الثقافة والرياضة. يا هلا ومرحبا فيك ونورتينا، والبداية مع دخلتك هني والأجواء الوطنية وشعورك اليوم. هلا ومرحبا فيكم، وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله تنعاد علينا هالأيام المجيدة العظيمة. وهذه المناسبة أوجه أسمى آيات التبريكات إلى سمو سيدي صاحب سمو الشيخ تميم بن حمد والقيادة الرشيدة. أكيد شعور ذاخر بالمحبة والانتماء والوفاء والعطاء. هذا المكان مش غريب علي، الحمد لله، يعني أنا من اللي ساهموا في هذا المشروع العظيم اللي هو يفرض نفسه على كل مواطن ومقيم أنه يشارك ويساهم بكل محبة ووفاء لهذا البلد المعطاء الكريم السخي بحبه واحتوائه لنا. الحمد لله بتوفيق من رب العالمين إن أنا السنة يعني اتيحت لي الفرصة والثقة بصراحة من سعادة الوزير أو من اللجنة المنظمة المشرف العام على هذا المشروع إن أنا أشارك وأساهم ببصمة يعني فنية وإشراف على جميع الهوية البصرية مثل ما يقولون، بالإضافة إلى المنحوتات اللي أنا عرضتها في ساحة العلم
يعني هذه تجربة أنا خذتها من قبل، لكن الآن فيها خصوصية وطنية. جميل، إن شاء الله راح نقول لهم يأخذون لقطات عليها. إن شاء الله أكيد، وراح نستكمل معاكم حوارنا ضيفاتنا الكريمات. مشاهدينا إحنا متواصلين معاكم في الحديث عن ربوع حب الوطن، ولكن بعد الفاصل انتظرونا.
مجددا حياكم الله مستمرين معاكم في صباح الوطن، البرنامج الذي يأتيكم من درب الساعي كل يوم لتغطية فعاليات اليوم الوطني. نتابع حوارنا مع ضيفاتنا أمل العاثم ونيلة وميرة البرشيد، وأيضا بنرصد مع مناديبنا نور منصوري وحنان بلان فيصل مهندي ومحمد النعيمي التغطيات اللي موجودة في درب الساعي. ونبدأ أو نرجع نسولف مع ضيفاتنا وأمل العاثم. الفنان دائما معروف بإحساسه وأنه يرسم بطريقة ما أعرف، يعني يكون في أجواء معينة. فبشكل عام الرسم في جهة والرسم بمشاعر وطنية توقع في جهة أخرى، لو تكلمينا عن هذه المشاعر. أنا ما أحب أقول رسم، يمكن الرسم تقليد أو نقل من شيء قدامك، لكن الفن أعمق. أنا أعتبر الفن رسالة بصراحة، والفنان لازم يتعايش مع بيئته، يعني هو عبارة مثل ما تقولين مشاعر، المشاعر اللي يمتصها مثل يمتصها ورد يعكسها في هذه العمل الفني. إذا ما كان في تفاعل بينه وبين بيئته، بينه وبين الأحداث اللي تدور حوله، بينه وبين قضايا مجتمعه، إذا ما يعتبر فن ويعتبر محاكاة للواقع، والكاميرا أفضل من أن هي تقوم بهذه الواجب. يعني مثل ما أقول لك، يمكن يعني أنا من أكثر الناس اللي ألح على أنه لازم الفن يكون انطباع عن المجتمع اللي حولنا، ويقرأ المتلقي شنو هالرسالة اللي يريد يوصلها للمجتمع. والفنان هي على عاتقه مسؤولية كبيرة في المجتمع، حيث أنه هو لازم ينقل الصورة اللي يعني الصورة الواضحة، الصورة اللي لازم يتقيد فيها من قيم وأخلاق ووعي اجتماعي، وعي حضاري، يعكس صورة مجتمعه ويعكس صورة بلده. أكيد اللوحات هذه حق المتلقي أو توصل بسرعة، توصل حتى لو كان المتلقي مش مثقف، لو كان عادي، لو كان تعليمه بسيط، توصل بالإحساس، لأن من مثل ما يقولون من القلب إلى القلب رسول. نعم صحيح. ميرا، لو بنرجع لك في هذا السؤال، اليوم البنت القطرية والمرأة القطرية بشكل عام خاضت مجال العمل في تخصصات مختلفة، وهذا أمر طبعا يرجع يحسب للدولة، فأنت شلون تصفين دورك في هذا التخصص مكملا لأدوار المرأة في قطر؟ يعني الحمد لله مثل ما قلت، تشكر الدولة أنها وفرت تخصصات، يعني جميع التخصصات حق المرأة القطرية يعني متاحة. الحمد لله، يعني تقدرين تختارين أي تخصص وتبدعين فيه بعد. يعني وغير هاي إنه يعني الشيء ما يمس له عاداتك ولا تقاليدك، وتقدرين تمشين وراه يعني وتدخلين تخصصك بعاداتك وتقاليدك بأخلاقك وتبدعين فيه من غير ما يتعدى على حدودك أنت وحدود شخصيتك، فهمتي؟ نعم. فالحمد لله الدولة وفرت لي وايد أشياء خلتني أحس إنه أنا أقدر أبدع وأنا محافظة وأنا على تقاليدي وتراثي، والحمد لله. الحمد لله صحيح. نايلة، حسيتي بصعوبة كبداية؟ يعني كل شيء جديد علينا ممكن يكون شوية صعب، لكن كل شيء بالممارسة يستسهل الواحد، يصير خلاص شيء سلس. والحمد لله احنا توفرت لنا يعني كل السبل اللي احنا تخلينا نواجه الصعوبات ونتغلب عليها بنفس الوقت. ففي البداية كان صعب، لكن لأن أنا كنت شغوفة في الشيء، كان عندي حب أن أنا أتحدى نفسي، وكان عندي دافع على قولتش أن أنا أكون مبدعة في هالمجال، مجال الهندسة. فهاي الشيء خليني أن أنا قادرة أن أنا أوصل، أنا شايفة أني قد الموضوع إن شاء الله. وأنتوا قدها ودود. الحين مشاهدينا ننتقل معاكم إلى نديبنا محمد النعيمي الموجود حاليا يغطي أحد الفعاليات الموجودة في درب الساعي وفي خيمة كهرماء، في خيمة الدوحة أقصد. صباح الخير حصة السويدي، صباح الخير أختي خلود، صبح عليكم بالخير مشاهدينا الكرام. حاليا أنت متواجد في خيمة الدوحة، بالتحديد في بوث مؤسسة كهرماء. كهرماء تحرص كل سنة ما شاء الله على المشاركة بدرب الساعي ودورها في خدمة المجتمع وترشيدهم في استخدام الكهرباء والماء.
معاي اخوي حسين محمد صادق وكيل خدمه العملاء بمؤسسه كهرما، يعطينا بعض التفاصيل عن فعاليتهم في درب الساعي. ومحمد صبح عليك بالخير. يا هلا اخوي محمد، مرحبا فيكم وصبحكم الله بالخير والعافيه والسرور، حياكم الله، شرفتونا ونورتونا. ابو محمد تقرب شوي هنا، نبي نتكلم عن البدايه في البوث مال مؤسسه كهرما. عندنا اللي هو لوحه ترشيديه باستخدام الكهرباء، نبي نتكلم الجماهير والمشاهدين خلف الشاشه عن دور ترشيد كهرما وحرصها دائم على تثقيف وتوعيه المشاهدين. نعم اخوي محمد، نفس ما انت تشوف طال عمرك، هذه وحده من المحطات اللي موجوده عندنا في جناح كهرما، تتبع سياسه ترشيد الكهرباء بالنسبه حق المواطن وعلى المقيم على حد سواء في دوله قطر. طبعا عندنا نوعين من المصابيح، واحد منهم مرشد وصديق للبيئه والثاني غير صديق للبيئه، وهذا طبعا اللي ننصح بعدم استهلاكه وعدم شراءه كسلعه استهلاكيه، واعتقد انه بالفعل تم ايقافه من الاسواق. واحد منهم بيكون موفر عندنا للطاقه وصديق للبيئة، والثاني غير موفر للطاقة وغير صديق للبيئة. بنروح كتجربة بسول عليك كاميرا تساعدني أخوي محمد، شغل لي الامبير المالتي ميتر عفوا، حط لنا على 60 الله يحفظك على اساس انه ايوه. طبعا هذه تجربة بتكون تجربة عملية على اساس انه كتأكيد للزائر على يعني بالفعل ان هذا واحد منهم يكون موفر للطاقة، وهذا اللي احنا نحبب والرغب فيه الجمهور، والثاني غير موفر للطاقة. طبعا احنا بنضغط اخوي حسين، نبي نتكلم اكثر عن اسم الجهاز والفرق بين هذا الليت وهذا الليت، ايش كثر يعني، والرقم كم اللي هو اللي ممكن ان المستهلك يعرف ان هذا والله مرتفع او نازل. يعني اول حاجه الجهاز هذه اللي تشوفونه قدامكم اسمه جهاز مالتي ميتر، طبعا هذا متوفر في الاسواق وفي المتاجر الكهربائيه، ممكن ان الزائر يحصل عليه، وهذا بعد احنا نرغب فيه ونحبب فيه على اساس ان الزائر يقدر هو شهريا يشوف او يقيس مدى استهلاكه للكهرباء ومدى حاجته لتوفير الكهرباء. الحين هذا الليت كم يستهلك؟ طبعا هذه نفس ما احنا شايفين قدامنا شغلناه، هذا يسمونه ليت LED. طبعا هذه الليت استهلك عندنا 27 قوه التيار الكهربائي، طبعا هذه نتيجه ايجابيه، نتيجه حلوه، نتيجه تبشر لنا بالخير ان هذا الليت بالفعل هو صديق للبيئه وهو موفر للطاقه. الثاني طبعا لما انشغله على طول في اقل من جزء من الثانيه اعطانا 115 فرق وايد كبير. ممكن هذا يعني نفس ما انتم شايفين قدامنا 115 فولت جدا عالي، تيار جدا عالي، غير موفر، غير صديق للبيئه، وطبعا واحنا ما نحبب بشراء تقريبا اربع اضعاف نفس ما تكلمت اخوي محمد. الساده الجماهير، الساده الزوار، طبعا كلهم فكر ثاقب، ونتمنى انهم بالفعل يتجاوبون، نتمنى كلنا نتكاتف، كلنا نتعاون على سياسه ترشيد عندنا. اكيد طبعا دور مؤسسه كهرباء في توعيه المستهلك للكهرباء والماي وحرصهم دائما على خدمه اللي هي الترشيد، هذا تهم كل قطري وكل مقيم في دولتنا الحبيبة قطر. أنا أشوف نفس الجدول هني أو نفس الإحصائية، هذه واحدة من المحطات أخوي محمد عندنا، أثناء ما نشرح إحنا للزائر عن كل محطات كهرباء لما يجينا يزورنا في البوث، هذه واحدة من المحطات اللي عندنا، نطلب من الزائر إنه يعطينا رقم الكهرباء طبعا ونشرح له قوة استهلاك الكهرباء. ناس ما تشوفون رقم البيت اللي هو مال الكهرباء، البيت رقم بطاقته الشخصية في حال إذا هم عنده رقم الكهرباء ممكن إحنا نتحصل على البيانات من رقم الشخصي. طبعا هذا واحد من الأمثلة عندكم، الاستهلاك هنا طبعا جدا عالي بالنسبة للكهرباء، اللون الأحمر يرمز إلى الكهرباء واللون الأزرق يرمز إلى الماء. طبعا إحنا نروي نخلي الزائر عندنا يتعرف على استهلاك الشهر بالنسبة للكهرباء والماء طبعا، ونحاول كثر ما نقدر نحث على استهلاك الكهرباء، نحث على استهلاك الماء. الحمد لله رب العالمين، احنا في دوله ولله الحمد متوفر لنا الكهرباء، متوفر لنا الماء منذ قديم الازل، وحصري ووحيد. الله يحافظ ابو حمد، والله يحافظ حكومتنا، الكهرباء والماء عندنا ببلاش ولله الحمد، وان كانت المقيم بس على الرمزيه، وفي النهايه سواء المواطن القطري سواء المواطن او عفوا المقيم اللي عايش على هذه الارض هو اللي يتحكم في استهلاك الكهرباء والماء، الكنترول في يده. لازم الترشيد فيه. لازم الترشيد بالنسبه للكهرباء وبالنسبه للماء. في النهايه قبل كل حاجه
نعمة الله عطانا إياها والحمد لله ولازم نحافظ عليها. أخوي حسين يعطيك ألف عافية، ما قصرت على الشرح الوافي. وطبعاً هذا البوث موجود اللي هو كهرماء في خيمة الدوحة، تعالوا تعرفوا على المعلومات كاملة عن الترشيد الكهرباء والماء، في أنشطة للفئات العمرية الصغيرة. وهذه دعوة من أخوي حسين محمد لكم يا مشاهدينا، أختي حصة وأختي خلود، هذا كان عندي في مؤسسة كهرماء، كلمة عندكم. شكرا محمد، وشكر أيضا موصول للضيف الكريم على الشرح الوافي. ونرجع لضيفاتنا، يمكن السؤال موجه للأستاذة أمل. أستاذة أمل، شنو الأعمال الفنية واللي يعني اشتغلتي فيها والوطن حاضر في تصميمها وموجودة على أرض درب السعي؟ المنحوتات قطر الأم رقم واحد وقطر الأم رقم اثنين. إيش معنى واحد واثنين؟ لأنه هو في سلسلة من هذه الأعمال. بصراحة أنا النحت يمكن من 2003، يعني استهواني أوش المنحوتات صغيرة، بعدين رحت سمبوزيوم نحت في لبنان، عندي منحوتين هناك 2003 و2004، شاركت مع نحاتين عالميين، فلقيت النحت يحقق لك تجسدين شيء قدامك وتلمسينه، شعور حلو. فظلت اشتغل طبعا عشان ما في المواد، يعني المواد تكون حاضره للنحت، فظلت انحت اسوي اشياء صغيره من الطين، يا ابني من الفراغ يا من الكتله وانحت. مسؤوله انت ايضا عن جداريات العز، ساحة العز، ساحة العلم، وفي في جدارية هني خيمة النصع، وفي بعد المركب اللي في فعالية البدع. المهم ان هذه يعني من الاحداث اللي مرت فيها بلدنا الحبيبة، ان شاء الله يا رب يعم علينا الامن والامان دائما بظل قيادتنا الرشيدة. هالمرة صار في عندي شعور مختلف، ان انا عندي طبعا سكتشات من قبل، انا دائما مهتمه بالمراه، فلذلك جمعت بين اللاين اللي انا اشتغل عليه والخط اللي انا اشتغل عليه. نعم. حسيت ان ارض قطر ام يحتضننا، يعني مثل قلب الام اللي يحتضن ابنائه. صحيح. فمثلت قطر، هي قطر، خارطه قطر والحضن، كأن هذه النساء اللي هي المجرده تحتضن هذه الـ الارض، او مثل ما نقول الـ التراب او اليابس اللي هو يعني لنا قلبنا. صحيح. والثانيه، المنحوته الثانيه اللي هي بعد رمز لقطر شكل المرأة اللي هي مكتوب عليها كتابة اسم قطر، وفي تجانس تحسين أن حميم قريب من القلب. واللي يسعدني أكثر تجاوب الجمهور، كلهم حسيت أن المكان مهيئ، يعني ما لقيت أفضل من درب الساعي تنعرض في هذه الأعمال لأول مرة، والجمهور إيه يصور ويصور من خلال. طبعا أنا ما يعني ما كانت الفكرة عندي حاضرة بشدة، لقيت إنه الفراغ اللي هو قرضة قطر يروحون من الخلف والثاني يصوره، فكأنه هو إيه، كأنه هو صح في قلب قطر. يعني معناته الفكرة وصلت. الفكرة وصلت. نعم صحيح. والحديث أكيد بقية عن الفن والهندسة، وقد تزين الوطن برايات لدعم الخفاقة في سماء قطر، ورسمت الأنامل أجمل لوحة للولاء لقائد المسيرة، فقد أصبحت جدارية تميم المجد التي انتشرت انتشارا واسعا في كافة أنحاء قطر رمزا للصمود والتكاتف ومدى تلاحم الشعب القطري في ظل الحصار الجائر المفروض على قطر. فبكلمات بسيطة ومعاني عميقة جدا سطر المواطنون والمقيمون أجمل العبارات والجمل في حب الوطن والإخلاص لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الله يحفظه، لتبقى هذه الذكرى خالدة على مر العصور بإذن الواحد الأحد. اللهم اجعلنا من الذين تحبنا شعوبنا ونبادلها حبا بحب. أراد الله أن يستجيب لهذا الدعاء، وإذا أراد الله شيئاً هيأ له الأسباب. تميم المجد لم تكن مجرد رسمة أبدعها فنان مرهف الإحساس، بل كانت رمزاً أظهر حب شعب قطر لأميره.
لم يكن الفنان التشكيلي أحمد المعضادي ولا غيره يتوقع أن تكون هذه اللوحة بداية لهبة أظهرت تلاحم الشعب مع قائده في أبهى صورة، صورة كانت خير رد على من أراد بهذا الشعب وبأميره سوءا. فبعد أن فرض الحصار الجائر على قطر في 5 يونيو، تبارى أبناء قطر الغيارة للتصدي له، كل في مجال عمله وتخصصه، كما تبارى أبناء هذا الشعب ليقولوا بصوت واحد: كلنا خلف أميرنا. فكانت لوحة تميم المجد واحدة من تلك الصور والمعاني النبيلة لهذا الشعب تجاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. سريعاً تحولت اللوحة إلى جدارية، والجدارية إلى أخرى وأخرى، فما من مجمع تجاري ولا دائرة حكومية ولا مؤسسة خاصة، بل ولا حتى منزل ومبنى سكني إلا وكانت جدارية تميم المجد تطرزه وتزينه. ولأن الشعب كان يبحث عن أي مناسبة ليرد الجميل إلى قيادته وأميره، بدأت الأيادي تخط عبارات الشكر والثناء والولاء والتكاتف والفداء على لوحة تميم المجد، فأضافت رونقاً آخر إلى تلك اللوحة وأبرزت من جديد معدن هذا الشعب ووفائه. مشاعر كثيرة لخصتها تلك الروح التي جاءت تزحف إلى جداريات تميم المجد، فهذا مسن مقعد على كرسي وجدها فرصة مناسبة ليقول لأميره: نحن معك. وتلك أم جاءت بكل حمل السنين لتجدد بيعتها إلى أميرها الشاب، بل حتى الطفل الصغير الذي ارتدى لوحة تميم المجد جاء ليخط بأنامله الصغيرة عبارة حب لحضرة صاحب السمو. تتكامل المشاعر بين الشعب وأميره، بين قائد أعز شعبه وذاد عنه، وبين شعب لم يجد إلا الوفاء خصلة ليرد بها الدين لهذا الأمير ولهذه القيادة. لقد تحولت جداريات تميم المجد إلى مكان يجد فيه الشعب فرصته ليقول لأميره شكراً، فرصة ليحول فيض مشاعره وحبه لوطنه إلى كلمات، حتى وإن كانت بسيطة إلا أنها كانت غنية، ولأنها نابعة من القلب فلم يكن لها من مستقر سوى القلب. دعاء حصة، قلتي الدعاء؟ نعم صحيح، مستجاب يعني عشنا سمو الأمير من أطلق هذا الدعاء، من ذكر هذا الدعاء، وسبحان الله كل الوقائع تجي كذي بشكل يعني تراكمي وتجسد هذا الحب على أرض الواقع إلى هذه اللحظة يعني. وإن شاء الله إلى قدام بإذن الله. نعم. ولوحة تميم المجد أذكر أول أيام شلون كنا بس نروح ندور لوحة فاضية نبي نروح نوقع. صحيح صحيح. والحديث أكيد بقية ضيفاتنا، بروح عند الزميلة حنان بلان المتواجدة في خيمة مروج قطر. صباح الخير يا حنان، شلون الأجواء الخضراء عندك؟ يعطيكم العافية خواتي الفلسطيني، ويعطيكم العافية مشاهدينا ومستمعين قناة الريان. صباحكم مروج، صباحكم ورد، صباحكم جوري، صباحكم هذه الألوان الحلوة اللي مثل ما أنتم شايفينها اليوم. أنا معاكم مشاهدينا من مثل ما ذكرت زميلتي خلود، معاكم من خيمة مروج قطر علشان نغطي معاكم فعالياتهم اللي مجهزين لها أو اللي مسوينها في درب الساعي لليوم. طبعا عشان التفاصيل أكثر راح تعطيني إياها ضيفتي علياء القحطاني، متطوعة في مروج قطر. صباحك الله بالخير، يعطيك ألف عافية. عليا، مثل ما نشوف الخضار موجود في كل مكان، حولي وراي يساري يميني، لو نتكلم عن مشاركتكم لهالسنة في درب الساعي. احنا هالسنة مشاركين اول سنة لنا في درب الساعي، طبعا فعالية مروج قطر وتحت اشراف الدكتورة لطيفة شاهين. زين، وطبعا احنا هني نوفر حق اليهال كل انواع، او شيء نوديهم السينما، اوكي نخليهم نعرضهم فيلم سينمائي عن طريقه كيفيه يزرعون النبات وشلون يحافظون عليها، وعقب نجيبهم هنا التطبيق العملي يطبقونه عمليا ويسوون ويحافظون على النبته. واخر ايام الفعاليه
يعني نسوي جوائز، نعطي جوائز قيمة على بعض ال يعني من الهاي. شلون شفتي تفاعل الطالبات معاكم الطلاب بشكل عام؟ يعني مثل ما عرفت ان انتوا اول سنه لكم تشاركون في درب الساعي، ف شلون شفتي شلون تفاعلهم معاكم؟ طبعا التفاعل وايد كان قوي وعالي، لان اللي هاي يحبون يطبقون عمليا اكثر حتى من النظر يعني، ف وايد يعني كان تفاعل، وحتى وايد عندنا مشاركات، ومن كثر انه وايد عندنا مشاركات بعضهم نرجعهم البيت، يعني يقول لهم خلاص اخذوهم معاكم يعني اذا زادوا. عليا مثل ما عرفت انه في مسابقه في الانستغرام انتم مسوينها حق الاطفال، والجائزه ان شاء الله بتكون عن عباره عن ايفون، فلو تكلمين بشكل عام عن هذه المسابقه. طبعا هذه المسابقه نخليها ليون ويزينون هاي الصوص، يزينونها ويخلصون عقب يحطون الرمله فيها ونخليها هني، وعقب اخر يوم يون وناخذ نسوي سحب، لانه حاطين اسمائهم على الهاي، فنسوي سحب واللي طبعا الفائز ياخذ على الايفون. صراحه علي انا حابه اشارك في المسابقه، ادري انها المسابقه حق الاطفال، لكن انا معاكم مشاهدينا وعليا بعد تفضلي. راح نسوي معاكم شيء نظري او عملي عفوا قدام المشاهدين. هني شنو عندنا؟ وعندنا الزينه اللي هم هذين افتحتيهم. زينة الأطفال، عقب ما يخلصون الأطفال من الشرح اللي هناك مثل ما يبين لكم يمكن الشاشة عفوا، من بعد ما يخلصون الشرح يروحون عند السينما، غرفة السينما، ويكون في فيلم وثائقي عن كيفية الزراعة. عقب نخليهم يطبقون عمليا، ولأن لو كان عندنا يعني وايد مدارس، مرات يكون عندنا ضغط مدارس وايد، فبعضهم يكونون في السينما وبعضهم يكونون هني يعني. هاي آخر مرحلة يعني عندكم في الفعالية، أوكي خلونا نقول بسم الله ونبتدي. هني مثل ما أشوف إن تراب أو سماد بدون أي شيء صح؟ أي من عقب ما نحط السماد هني؟ أي إن بعد ما نزين الصوص والهاي نحط البذر. حبة واحدة. الحين صن. أوكي حطينا حبة واحدة مثل ما تشوفون مشاهدينا. هاي شنو نوعها؟ لها نوع معين؟ بس اظن جرجير. جرجير حلو. حلو، احنا نعرفه من اللون صح؟ اي من اللون. اللون حلو، اوكي، ومن عقب هاي شو نسوي فيها؟ بس عقب نخليهم احنا مزينينها الحين وبس. اي واحدة بتسوي لك واحدة؟ لا لا لا، احنا بنسويها على هذه، شرح بسيط حق المشاهدين عشان ما في وقت وايد. نحط عليها ماي وحطنا عليها ماي خلاص. فيها ماي ما شاء الله يعني مجهزين. اوكي خلاص نحطها هني مع الهاي، وبعدين يعني اخر يوم نفوز بالسحب. شوفي انا بجهز لي واحده عقب راح احطها وان شاء الله تفوزوني. عليا خلينا في الختام نقول رسالتكم من خلال مشاركتكم في هذه المبادره، او نقول بعد مشاركتكم في درب الساعي. احنا رسالتنا حاطينها معلقينها، الرسالة حاطينها بداية الهاي، طبعاً هي الرسالة إن نوفر بيئة خضراء مستدامة، ونجد طريقة إن طرق إن الزراعة من خلال إن نوفر نثقف الفئات، كل فئات المجتمع نثقفهم وندربهم علشان يوفرون ويستخدمون المساحات الخضراء اللي يستخدمونها بطريقة صحيحة. يعطيك ألف عافية عليا. عليا القحطاني عفوا، مشاركة أو متطوعة في مبادرة مرج قطر. مشاهدينا مثل ما ذكرت لكم أستاذة عليا، حلو إن احنا نروي عيالنا، نروي طلابنا، نوري بعد طالباتنا شلون نقدر احنا نزرع حتى في البيت، مو بشرط إن احنا نكون موجودين هني في درب الساعي، حتى في البيت نقدر إن احنا نحمسهم على زراعة باذنجان أو جرجير، ونشجعهم بعد أكثر على المحافظة على البيئة. فنصيحتي لكم اليوم حياكم الله هني، تشوفوا الاجواء شلون، مجرد بس انتم تدشون القسم هاي او البوث راح تحسون براحه نفسيه مثل ما انا الحين حاسه براحه نفسيه والله العظيم. مكان يشرح الصدر والنفس يعني ما اوصف لكم الصراحه. فحياكم الله في درب الساعي بوث مروج قطر، ونشوفكم ان شاء الله في فقره ثانيه على خير. على خير ان شاء الله. نشكر حنان ونشكر ضيفتها، ونفس ما شفنا مشاهدينا وضيفاتنا وحصه يعني اغلب الفعاليات فيها رساله لو مجتمعيه، لو رساله تخص مثلا الكهرباء والماء، شلون نحافظ على الترشيد،
شلون نوسع البقعة الخضراء في قطر. فنرجع لحديثنا وضيفاتنا. يلا نرجع للحديث إلى ضيفاتنا. وبالفعل استكمالاً للجملة اللي ذكرتها خلود، الكل محمل بمسؤولية، الكل عنده رسالة. فأستاذة أمل، كيف تشوفين أنه الفنانة القطرية ساهمت بالفعل تحديداً في هذه الفترة اللي تمر فيها دولة قطر، والحين إحنا بعد قاعدين نحتفل باليوم الوطني، فإسهامات الفنانة القطرية الوطنية كيف تشرحينها؟ والله هم ينتظرون أي إشارة أي دعوة حتى يشاركون، بالأخص الفنانات القطريات مجتهدات جداً جداً، سواء على الصعيد المحلي في كل المؤسسات، في كل الوزارات، في كل في أي مناسبة، يعني في أي مناخ هم يعطون المجموعة. أنا أقول يعني ليس تحيزاً، لكن الفنانات القطريات يعني شو أقول لك، متواجدين وبثقة وبثبات وبعزم. يعني أنا عندي الحين مجموعة مثل ما قلت حق أختي نور، إن أنا عندي ثلاث أماكن الحين فيها رسم جدارية، وفي رسم هني منفرد بطريقة الجرافيتي، وفي رسم مثل الانستليشن أو العمل التركيبي. الحضور النسائي أكبر من الحضور الشباب، يعني مع أنهم متميزين، والشباب لما يرسمون يعني بجد واجتهاد يحاولون أنهم يفرقون نفسهم من بيتهم، من شغلهم، يجون وتواجدون في سواء برد سواء ظروف سواء لا. أنا هذه أنا فخورة فيهم يعني بصراحة. وتشوفينهم مثلا عندنا في درب الساعي أو في كتارة أو في الفاير ستيشن أو في قطر فونديشن، أو هم قاموا يخلقون حق نفسهم أجواء، وهم قاموا يبتكرون ويحاولون أنهم يضيفون كلمة الشعر على الأعمال الفنية. يسافرون يشوفون ويطلعون ويحاولون انهم يتواصلون. قبل احنا كنا ننتظر ان تجينا دعوه، الحين لا، صار في مبادرات. وانا هذه دائما احث على المبادره. لا تقولين ان ما انعطت لي الفرصه، يعني اذا توجهتي حق اي جهه وقلتي لها ان انا حابه، انا عندي انا هذه المشاركه، اكيد اذا المشاركه في مكان رسمي وحقيقي اكيد راح يدعمونك. يعني شيء مشرف الصراحه لجميع الفنانين، وليس الفنانه القطريه فقط، ايضا الفنان القطري بشكل عام. حلو، رائع جدا. من الفن نرجع مره ثانيه للهندسه، ايش الفرق بين الدراسه والشغل نفسه؟ في الدراسه يمكن فاكتور الغلط، يعني في الدراسه ممكن يعني هو الوقت اللي انت تتدربين فيه تتعلمين فيه، مسموح لك ان انت تغلطين عشان تتعلمين منه، لكن في وقت العمل مسؤوليه اكبر، يعني فانت لازم تكونين دقيقه، يعني خاص يكون شغلك 100%، يعني ما في اي مجال للخطا فيه. فيمكن هو ممتع اكثر لان انت تشوفين، يعني تشوفين شغلك على ارض الواقع، يعني يوم الطياره تطير وتشوفينها يعني طايره سليمه وصلت سليمه ورجعت لك سليمه، فانت تكونين مرتاحه، يعني ان هاي انجاز بالنسبه لي ان انا فعلا مسؤوليه. اذا اكيد لانها مسؤوليه اكيد فيها مجموعه من التحديات، يعني احنا مثلا في الاعلام عندنا مجموعه من التحديات اللي نقدر ممكن ان احنا نتجاوزها. انتم انا متاكده ان في تحديات، شنو هي طبيعه التحديات؟ يعني يمكن التحديات اللي تواجهنا كمهندسين طيران خصوصا يعني اللي هو الضغط النفسي، يعني لما يكون عندك ضيق الوقت والشغل لازم يكون دقيق مع ضيق الوقت، يعني شيء صعب ان الواحد يعني يحافظ عليه، يعني الا ما تلاقين يعني يمكن يطلع لك غلط ياثر على حياتك طول عمرك، يعني يمكن غلط واحد يخليك تطلعين من الشغل خلاص. انتم مسؤولون عن ارواح. ارواح بالضبط. نعم. يعني فيمكن هاي اكبر تحدي، يعني الواحد لازم يتغلب عليه، لازم عقب ما تخلصي الشغل تحسين بالراحه النفسيه، اذا شفتي الشيء صار زين، طارت الطياره وانت الحمد لله يعني ما فيها اي خلل، ما فيها اي شيء، يعني هاي شوي يخليك ريليفد، يعني ترتاحين من الضغوطات. بس في حزة الشغل لازم تكون استرست على طول، يعني في شيء خاص ما تبين شيء يغلط، ما تبين تضيعين الوقت، التركيز عالي المستوى. صحيح. وما كنتوا في هالمكان الا لا اكيد لانكم انتوا قد ان شاء الله، ونحن في ايدي امينه ان شاء الله. ننتقل مع مشاهدينا او نروح مع مشاهدينا هذا الفاصل، واكيد مستمرين معاكم في تغطيات اليوم الوطني في درب الساعي، راجعين.
رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام ونحن جميعنا مستمرون معكم على نهج الأولى ومستمرون على تغطية أيضا درب الساعي في برنامج صباح الوطن. والحين ننتقل معكم لنديبنا محمد النعيمي الموجود حاليا في كلية الشرطة. وش جديدك يا محمد؟ تفضل. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، أختي حصة وضيفتك المتواجدة في الاستوديو. حاليا أنا متواجد في كلية الشرطة بالتحديد في الميدان مع سعادة المقدم الدكتور جبر بن حمود النعيمي، يعطيك العافية، مدير إدارة المالية والشؤون الإدارية بكلية الشرطة. يا مرحبا وسهلا فيك ويعطيكم ألف عافية على الجهود المبذولة هنا. نبي نتكلم عن الميدان والفئات العمرية الصغيرة اللي قاعدين يدربونهم وتعطينهم الجدول اللي موجود في الفعالية. يا مرحبا ومسهلا، رحب فيكم في مقر كلية الشرطة اللي نشارك فيه للسنة الثانية على التوالي في ميدان خدمة الوطن. طبعا تأتي مشاركة كلية الشرطة كأحد الأهداف اللي أنشئت من أجلها، وهي من أحد أهداف أيضا المشاركة المجتمعية، وهذه مشاركة وطنية كبيرة عزيزة على نفسنا. ننتهز فيها الفرصة لتقديم أسماء آيات التهاني والتبريكات للقيادة العليا وبمناسبة اليوم الوطني المجيد. نفس ما تفضلت انت، اليوم عندنا الاطفال يشاركونا في عده فعاليات. طبعا فعاليه تلوين لوحه العز اكيد تم المرور عليها وتم يعني الاعلان عنها في عده نشرات ايضا من خلال قناه الريان والقنوات الاخرى، ولكن ايضا ناكد وندعو من خلال منبركم جميع المواطنين والمقيمين للمشاركه في تلوين لوحه العز والمساهمه في كسر الرقم القياسي. اما فيما يخص ميدان خدمه الوطن، احنا يعني حاولنا في هذا المجال في هذا المكان اللي انت تشوفه معايشة حياة الطالب المرشح في كلية الشرطة من الاستيقاظ، من المنام، من الصحيان، صلاة الفجر، تناول وجبة الإفطار، الانتقال إلى التدريبات. ممكن الحين نطلع على مجموعة من الطلبة إذا يسمح وقتكم. تفضل مقدم جابر ونشوف كيف يكون مدرب من بداية الصبح إلينا الحين، كيف يكون جدولهم الصباحي. طبعا من الناس ما تشوف يعني كانوا مجموعه قبل من الطلبه انهوا وجبه الافطار، ينتقلون بعد ذلك للباس العسكري وتلقي التدريبات. شوف الحين الطلبه قاعدين يمرون علينا، بعد يمكن طالعين على الكاميرا للحواجز نقدر نشوفهم الان. حتى احنا كنا في الميدان ورانا الشباب قاعدين يطبقون. نعم الحواجز، نعم صحيح. فالان هذول الاطفال بينتقلون بسريع الخطوه، بيروحون يباشرون حصصهم اليومية حسب البرنامج اليومي. طبعا البرنامج عندنا ينقسم إلى برنامج رياضي، تدريبات رياضية، وإلى تدريبات عسكرية، وكذلك رفع العلم. ورفع العلم بس نخلي الأطفال هذول يطلبون. فبعد ما ينتهون من هذه البرامج الرياضية اللي هي الحواجز والموانئ اللي أنت تشوفها قدامك، يروحون إلى التدريب الميداني. بعد التدريب الميداني مقدم جبر احنا قعدنا في النص بس نغير مكاننا عشان ناخذ راحتنا شوي. حياك حياك. بعد الانتهاء من هذه التدريبات كامله المفترض للطالب انه بيتخرج وبيمارس حياه ما بعد بيمارس الحياه. ناخذ راحتنا. الله يحفظك، معليش اسمحوا لنا. بعدين الله يسلمك، المفترض من هذا الطالب انه بيمارس حياته الوظيفيه بعد التخرج. هذول الطلبه ياخذون شهاده تخرج مبدئيه كانهم انهوا الدوره التاسيسيه. بعد ذلك عندنا برنامج المحاكاه، محاكاه حياه الضابط ما بعد التخرج، تلقي بلاغ، محاكاه بلاغ سرقه او بلاغ مشاجره، ونفس غرفه العمليات 999، انتقال الضابط مع فريق البحث الجنائي، ومن ثم اتباع كافه الاجراءات والى تحويلهم الى النيابه العامه وحتى المحاكمه. ايضا لدينا مقر مسرح الجريمه، كيف المحافظه على الاثار وتحريزها. طبعا هذه من الامور الضروريه لتعليم الاجيال، ايضا تعلمهم الثقه بالنفس، الاعتماد، تهيئتهم ايضا الى الظروف ومعرفه حقيقه عمل رجل الشرطه في اللي طبعا كلنا نعرف، كلنا احنا رجال امن اصلا في وظائفنا، احنا مسؤولين عن تحقيق الامن. ولكن ايضا هذول الاطفال بيستفيدون ايضا معرفه رجل الشرطه ايش قاعد يعمل، ونلاحظ فيهم لو مثل ما تشوفون بالكاميرا يعني ما شاء الله المقدم جابر الاطفال مستمتعين يطبقون التدريبات اللي يعلمونها المدربين لهم. يعني نشاطكم حلو وجميل حق الاطفال، هذا تثقيفي صحي بدني حق الفئات العمريه الصغيره اللي هم
رجال المستقبل. والله صحيح، وأنا من المنبر هذا أوجه الدعوة لإخوان المواطنين والمقيمين لمشاركة أبنائهم معنا في الفترات على حسب برنامج درب الساعي في الفترة الصباحية والمسائية لمشاركة الأبناء والاندماج وأخذ التدريبات العسكرية والرياضية في للفئة العمرية اللي هم فيها. جميل، مقدم جبر نعيمي يعطيك ألف عافية، جهود تشكرون عليها، الفعالية جدا طيبة حق الفئات العمرية الصغيرة تثقيفية، وعندكم الشيء والحدث الأهم اللي هي لوحة المجد. نعم لوحة العز. كم وصل الرقم لحد الحين؟ والله الناس ما هو باين فوق، وصلنا قريب ال 10500، وهو رقم إن شاء الله بنحرص إن شاء الله، وأنا متوقع الإقبال كبير. يعني اليوم لو تشوف الحين يمكن كاميراتكم تقدر تصور الإخوان واقفين في الطوابير سواء من الإخوان والأخوات، أنا أتوقع إن شاء الله بنكسر هالرقم لأن هذه مناسبة وطنية، اللوحة غالية علينا جميعا، سمو الأمير يستاهل من عندنا الأكثر، هو قال إن قطر تستحق الأفضل من أبنائها، اليوم أبنائها بيردون له هذا الجزء بالمشاركة ولو بشيء بسيط وتكسير الرقم العالمي في موسوعة جينيس إن شاء الله. مقدم الدكتور جبر بن حمود نعيمي يعطيك ألف عافية، جهود تشكرون عليها، ونرجع لكم إن شاء الله في تغطيات أخرى، شكرين لكم. يا مرحبا، ونشكر لكم التغطيات والحرص على المشاركة والتغطية الإعلامية في جناح كلية الشرطة. شكرا أختي حصة وأختي خلود، يعطيكم ألف عافية. مثل ما شفتوا هذا نشاط كلية الشرطة، نشاطها ما يوقف ما شاء الله، الفئات العمرية مهتمين فيهم بشكل كبير، الحياة العسكرية، التغذية، السلامة، التدريبات بشكل عام، وايضا عندهم الاهم اللي هو لوحه المجد، وما شاء الله الرقم وصل 10582، وقريب ان شاء الله بينكسر هذا الرقم وراح يتوثق في موسوعه جينيس للارقام القياسيه. هذا اللي عندنا الحين، فعاليات ما تخلص، دعوه للمشاهدين انه يجيبون عيالهم يشاركون في هذه الانشطه. الكلمه عندكم اختي حصه واختي خلود. شكرا محمد، وبالفعل كل النشاطات اللي قاعدين نشوفها من كلية الشرطة نشاطات مجتمعية، والكل حاب انه يشارك فيها، وقاعدة توصل من القلب الى القلب. اللهم ادم نعمة الامن والامان على بلادنا. نذكركم مشاهدينا وجمهور درب الساعي بان فعاليات مسائية مهمة بانتظاركم يوميا. اليوم عندنا يوم نسائي، يعني ان شاء الله باذن الله للنساء خصوصية جدا جميلة، بتكون طبعا هناك فعالية ايضا رفع العلم الساعة 46 دقيقة، وفعالية المسير 56 دقيقة، وأيضا فعالية المرداة السنة نشوف بناتنا وهم يجسدون الأصالة في المرداة ويرادون ويحيون تراث يداتنا وأمهاتنا. جميل، أنا عندي سؤال، أكيد راح نتابعكم حصة بما أنك أنت المقدمة في فعالية المرداة. صحيح، متاحة للجمهور اللي حاب؟ إيه طبعا، هي بتكون في المسرح المكشوف السنة، يعني مش في خيمة، فالكل يعني راح يحضرها. عادي أسألك بعد كم سؤال؟ إيه تفضلي. شو جديدكم السنة؟ أتحول ضيفة تقريبا. جديدكم السنة؟ كجديد ما في، يعني هو نفس الفورما، نفس الفورما المدارس تشارك وكذي، بس يمكن يطلعون كل المدارس المنافسة في أداء جماعي في النهاية. إيه، وهذا الأداء اللي أو هذه الجمعة أو الوحدة واللحمة الجميلة اللي يعني يمكن تخفف شوية عن البنات، لأن أعلننا من المدرسة الفايزة. أنا هني الحرجة عندي. إيه، تقولين لهم ونقولون لك أوكي، لكن المشاعر حزة. أكيد أكيد. نعم صحيح، كل التوفيق لك. ونرجع لحوارنا مع ضيفاتنا، نرجع نتكلم عن الهندسة. أكيد معنا الفن والهندسة اليوم، دائما ارتبط نيلة وميرة موضوع الهندسة بشغل اليد. إيه، فما أعرف أنتوا شغلكم يعتمد على شغل يدكم أو كمبيوتر؟ في البداية بما أن إحنا في فترة تدريب، شغل اليد يكون شيء أساسي لنا عشان الإنسان يكون متعود أو فاهم الشغلة، لأن الإنسان إذا اشتغلها بإيده يفهمها أكثر، فشغل اليد موجود حاليا في التدريب. بس من إن شاء الله ناخذ اللي هو ليسن الهندسة، راح يكون شغلنا كإشراف على الميكانيكس أكثر مما هو شغل يد، لكن هاي ما يمنع أن بين فترة والثانية تدشين تشتغلين بإيدك، شيء حلو لأن في النهاية مجال أنا حابته، فما أمانع أن أنا أشتغل في يدي. نعم ميرا، لو بغيت أسألك عن موقف من المواقف الوطنية اللي في هذه الفترة استوقفتك حسيتي فعلا بهذا
الفخر وبالمواطنة والانتماء والولاء والإخلاص للدولة. يمكن أول موقف صار يمكن في هاي الفترة القصيرة يوم رجع الشيخ تميم من المجلس. نعم. يعني كان موقف يعني تقشعر له الأبدان الصراحة، خصوصا في الكورنيش الزحمة اللي صارت شيء مش طبيعي. جيتي الكورنيش ولا شفتي عبر الشاشة؟ والله شفت عبر الشاشة لو رحت، لا يعني كان أحسن. كنا في الكورنيش وعشنا ما تتصورون تفاصيله. والله كان يعني شعور جدا رائع. هاي وأنا يعني ورا الشاشة وأحس بهالشعور، شلون الناس اللي شافت وسلمت و شافت الشيء قدام عينها، يعني صراحة كان يعني إيه واللي يعني ما شافوا بس شافوا شيء زول. أنا بس الشعور جدا رائع، يعني كان أكثر شيء يعني أثر فيني في الهاي. جميل. ننتقل إلى الفن. أستاذة أمل، خلال هذه الفترة كانت لك مشاركات، هل نتوقع أنها هي داخلية أم هي أيضا كانت خارجية؟ صراحة دائما أنا أحب أنقل الصورة، تعودت أن أنا أنقل صورة بلدي كثقافة وفن، لكن يا الوقت اللي هو هذا المحك يا أفضل وقت أن إحنا نمثل بلدنا. كان الناس توقعون أن إحنا في حصار وبنموت من الجوع وتعبانين وهلكانين شوي، أن يعني يعطفون علينا. لا، إحنا الحمد لله إحنا على أرض قطر، إحنا بخير، يعني احنا في كل خير، بالعكس احنا زدنا مجد وعزه. فتلقيت دعوات كثيره، وكنت وقتها انا يعني مرتبه في شيء كان اول شيء في لندن، كان عاصمه الفن والثقافه، وانا كنت الكوريتر، انا كنت اللي قائم على هذا يعني هذا المشروع مع الوطن العربي. فاخذت موقف الحياد ورحت، لأن هاي الاتفاقية كانت من قبل، يعني من قبل سنة تقريبا. فرحت وعرضنا وأثبت الحمد لله وجودي باسم دولتي قطر، ويعني وكتبوا وايد، كتبوا هني وبرا. نوع المشاركة هل هي كانت تجسد الواقع اللي احنا فعلا نعيشه؟ هو كونج انك انت مع مختلف الدول، ما فيهم من الدول اللي المقاطعة، أنا ما أحب كلمة حصار بصراحة، أشقة. لأن إحنا مش حصار. صحيح. أنا ما أعتبر نفسنا، إحنا بالعكس نتفوقنا على هذا الشيء. تحدي ما في هذه الاسم عندي حصار، أنا ما أحب أقوله بصراحة، لأن إحنا أكبر من كذي. فتعاملت برقي مثل أمشي على نهج دولة قيادتي الرشيدة. فكان يعني ما تتصورين، في طبعا في كونتيسات، في مسؤولين، في مساعد وزير الثقافه حضر لنا في بريطانيا، فكلهم قطر يعني اللي يقول لي وات هابن، اللي يقول لي شنو عندكم، قلت لها ما عندنا، هذه احنا جايين من قطر. الكل اصلا يعني صار ينطق باسم قطر الحمد لله. ما يقبي لك في حتى دول يعني بعيده، لكن كان في مهرجان على اسم سلك رود في كورتشلا، هي في جزيرة عبارة عن جزيرة متحفية في كرواتيا، في مختلف دول العالم. فلقيتها كنت أنا مترددة، لأن الموضوع صعب من دولة لدولة، ويلو من طيران من هني 6 ساعات ونص، وبعدين ساعة ونص طيران داخلي، وبعدين باخرها ساعتين يعني. لكن قلت لا، أروح أكيد. وأرويهم من قطر، والحمد لله قطر موجودة في كل مكان. نعم، في سبيل الوطن كل شيء إحنا نقدر نسويه أكيد. إذن اليوم إحنا غير، يعني قطر غير، وما يبي لها كلام. إذن مشاهدينا بننتقل الآن معكم إلى حنان بلان ونشوف إيش جديدها. إيش جديدك يا حنان؟ رجعنا لكم مشاهدين من درب الساعي، بالتحديد أنا معكم من أنحاء سوق واقف، بالتحديد من الريم للمنتجات والألبان طبعا المحلية الطبيعية اللي في دولة قطر. طبعا مثل ما أنتم شايفين العديد من الألبان ومن الأجبان المتنوعة، طبعا من يد أم عبدالله، يد قطرية مثل ما ذكرت. قولي لي أم عبدالله، أنت أول سنة مشاركة في درب الساعي؟ شاركت من أول سنة تقريبا، أكثر من 7 سنوات شاركت، بس العام اللي هما الله يجزيهم خير عن طريق وزارة الشؤون شاركت العام، إنه يعطون على الأقل أسر ثانية، يريحون أسر ويعطون أسر ثانية عشان ما حد يزعل من وزارة الشؤون. يعني من تسجلت مع وزارة الشؤون وهم يتابعونا، يطلعونا حق أي مشاركات، حق أي معارض، وخصوصا درب الساعي إحنا يعني كلنا قلوبنا نبغي إن شاء الله للأفضل بإذن الله، وقطر تستحق دوم الأفضل.
خلينا الحين نتكلم شوي عن منتجاتك ام عبد الله اللي موجوده حولنا هني مثل ما نشوف. انت تذكري لنا عاد انت ادرب منتجاتك. اول شيء انا ما قلت صباح الخير يا قطر، اصبح بقطر واصبح بكل الاهل قطر وبسمو الامير وابارك له بهذا اليوم الوطني وبالكل ان شاء الله، والحمد لله الكل فرحان بهذا اليوم، والله يحفظ قطر ويحفظ اميرنا ويحفظ الكل ان شاء الله يا ربي. انا اشارك منتجات البان طبيعيه من غير اي اضافات من غير اي مواد حافظه، طبعا هو حليب بقر طازج وعندنا اقنام. ابتدينا من 1992 كان في روضه راشد، بس الحين في منطقه زباره اللي هو منطقه ام العظام، الله يزي مزرعه باسم علي نوح المطوع، الله يزي خير هو بجهده والحمد لله رب العالمين، يعني مركزين جهودنا كلها على المنتجات الالبان بالنسبة حق التربة حق الماء ذاك أشياء كلها طبيعية، الأشياء اللي أكل الحيوانات اللي هي الماشية أشياء طبيعية الحمد لله. أول شيء كنا بس منتجات ألبان اللي هو الحليب واللبن الروب يقط الشعاثة إلبة، الحين الحمد لله رايحين نتطور بإذن الله اللي هو عندنا الأجبان أكثر من 15 ما شاء الله نوع مشكل كلها بأشياء أعشاب طبيعية وأشياء زينة، وعندنا بعد 5 انواع للحين باذن الله للحين ما نزلناها ان شاء الله. ام عبد الله ما اقطع كلامك الا بكل خير، مثل ما نعرف ان السوق واقف ب 94 مشاركين فيه، 94 بوث موجود مشارك فيها السنه في سوق واقف في درب الساعي. طبعا الشغلات هذه تدعم المنتجات القطريه اول شيء، وتدعم بعد سوق واقف بشكل عام يدعم هذه الاشياء، فهل تحسين ان انت مشاركتك هالسنه ان لقيتي دعم بما الكفايه من درب الساعي وسوق واقف بشكل عام؟ والله الحمد لله رب العالمين، يعني من كل من الشعب من المقيمين الحمد لله رب العالمين، حتى عن طريق البيت يطلبون، وشاركت اكثر من مشاركه وان شاء الله باذن الله في حلال هالقطر مع كتارة. عندنا احنا مشاركه اللي هو بارض المعارض ان شاء الله، معرض صنع في قطر برايه سمو الامير ان شاء الله، واحنا لنا الشرف بهذه المشاركه والحمد لله رب العالمين، الكل يجد ان شاء الله وباذن الله للافضل يدوم. عبد الله عشان احنا ما عندنا وقت كفايه، كفيتي ووفيتي ويعطيك الف عافيه، والله يوفقك ان شاء الله ويوفق الناس كلها اللي تدعم هذه المنتجات واللي تحاول انه مثل ما ذكرتي قطر تستحق الافضل من ابنائها، فالحمد لله ويعطيك الف عافيه. مشاهدينا هاي كل اللي كان عندي من سوق واقف اللي في درب الساعي، ونشوفكم ان شاء الله على الف خير. شكرا حنان، وايضا للاخت الفاضله، والكل قاعد يسطر يعني ولاءه ويطلعه ويبرزه بطريقته الخاصه. والمنتجات الوطنيه يعني شفنا خلال هذه الفتره الساحه فعلا، نعم، وبجوده عاليه اكيد. اذا نرجع حق ضيفاتنا، مين عليها الدور؟ يمكن نيلة. يلا نيلة. نيلة مثل ما سالنا ميرا، يعني موقف من المواقف الوطنيه واللي يعني فعلا حركت مشاعرك، شفتي الوالده يوم بديتها شوي خذتها العبره في بنت الوطن، اي عطينا يعني من هذه المواقف الحلوه. يمكن انا احب المواقف اللي تكون لا تاخذك العبره، لا ان شاء الله لا حبيبتي. يمكن مواقف احب المواقف اللي تجمع مثلا القياده بالشعب، احب اشوف الموقف اللي يوم الشيخ تميم القاه ماشي مثلا بين وسط شعب، القاه مار مثلا في العلا تلاقينا في مطعم، ليش انا مظلومه؟ ليش انا يعني من اللي يوزع الجدول تحسين؟ وين ودك ان انت تكونين مكانهم يعني؟ صحيح. هاي المواقف وايد احب اني انا اشوفها، وايد احاول. وهالموقف اصلا طلع نوع من انواع الغبطه، يعني مو مثلا احيانا تقول لا ايش معنى فلانه ولا ايش معنى فلان، لا غبطه ان انت شفتيه بالفعل كذا وكذا، شفتي يعني توحد المشاعر شلون؟ مثل ما قلنا يعني تذويب الانا، الانا مش موجوده نهائي. تحديدا يعني اللي صقلتنا في هذه الفتره. اي والله بس فهاي المواقف حلوه بالنسبه لي، احس انه يعني يعني ماكو حاجز بين القياده والشعب، ما في يمشي ببساطه مأمن على نفسه لانه هو واثق ان شعبه حابه، فهاي يمكن من اكثر الاشياء اللي احب ان انا اشوفها في
حلو. أكيد أتوقع هذه المشاعر مشتركة عندنا كلنا. أستاذة أمل، ما أدري يمكن أنت عرفتي أكثر بالمجسمات بالذات، يعني دائما اسمك بالنسبة لي مرتبط بالمجسمات اللي كانت في كتارة، فش قد أو يعني شو الفرق يوم تشتغلين بيدك، يعني يوم تحددين مجسم معين أو يوم ترسمين بقلم أو هو شوفي فرشة. الفنان دائما يعني يستخدم يده، ف يعني يمكن مش بس يعني لون وفرشة على كانفاس، لا كل معاجين أشياء. أنا وايد أحب الملمس، يعني حتى تشوفين لوحاتي يمكن تشوفينها من بعيد تشوفينها لون، بس لما تقربين دائما تشوفين فيها خامات مختلفة، أقمشة، خياطة. دائما أنا أحب الشغل اليدوي، فهذا الشغل هو اللي يوديني حق المجسمات أو المنحوتات. بعد أنا دائما يعني دائما للحين أنا أدرس وللحين أنا أتعلم، ما أقول لا أنا وصلت خلاص صرت فنانة وأعرض في مختلف دول العالم وفي متاحف، لا أنا للحين أتعلم وللحين أمارس، كل مرة وأشوف شيء جديد أحط يدي وأتعلم من الصغار. يعني أنا حن المركز اللي عندي، المركز الخاص اللي فتحته، ما تتصورين الأطفال لما يركب شيء على شيء قاعدة طالعة، لأن عنده هو عنده خيال واسع أكثر منا إحنا. خلاص الأطفال عندهم حرية عندهم حلم، إحنا يمكن مشاغل العمل والظروف وهذه تضغطنا شوي، بس الفنان الحقيقي دخله طفل، دخله طفل وحالم. فتلاقيني أنا أسوي فيديو، يمكن من أوائل الناس اللي اشتغلوا فيديو آرت، بأي وسيلة أعبر عن الفكرة، الفكرة هي اللي تستهويني. شغل اليد مش صعب. شلون الفيديو آرت أستاذة؟ الفيديو الله يسلمك طلعت موجة يسمونها الفيديو آرت في 99 2000 برا، بما أن احنا كنا هالوقت نزور المعارض الخارجية، بينالي فينيس، بينالي سيدني، هذه البناليات نشوفين فيها. طبعاً طلعوا عن إطار العمل الفني، قالوا كل فنان يحط له مثلاً كرتون في هالمساحة ويصوره، كرتون خالي فاضي يحط عليه إضاءات ويصوره ويقول لك أنت يلا الحين تفكري. وهم إيش قصدهم؟ قصدهم إن أما خليك تفكرين الفكرة، يقول لك يبي يحرك مشاعرك اللي داخل، مثل ما قلت لك ما يبيش بس تنقلين الصورة مثل ما هي وطبقينها، لأن أنا هذا أعتبره رسم، بس الفن مختلف. طبعاً أنا مش من أنا ما أنحاز حق هذا الفن، بس لقيتها فرصة أن أنا أعبر عن الفرشة واللون مثلاً ما توصل هالفكرة المعينة. عملت هذا الفيديو يعني مثلاً أشهر فيديو كان عندي نعرض في أماكن كثيرة اسمه من الظلام إلى النور. نعم. اللي هو تحدي وطموح المرأة. حلو. المرأة العربية على وجه الخصوص. جميل. أكيد نستكمل حوارنا مع ضيفاتنا ونرجع الحين عند الزميلة نور المنصوري اللي متواجدة حالياً في إحدى الخيام أو في مؤسسة قطر، ما زالت في مؤسسة قطر. وصباح الله بالخير للمرة الثانية يا نور، وشنو جديدكم؟ يا هلا ومرحبا بكم متابعين صباح الوطن من جديد، وأنا ما زلت في خيمة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. عندنا خريطة الخيمة، هي عن طريقة الخيمة جزئين، احنا متواجدين هنا، بحاول اشرح لكم هذا الكم الهائل من الفعاليات. نبتدي باول فعاليه وهي فعاليه الشيخه موزه بنت ناصر المسند، فعاليه اخلاقنا، شارك ورشح في هذه الفعاليه. الفعاليه هي عباره عن اختيار الشخص اللي توده عن طريق هذه البطاقه، تكتب اسم المرشح السيد او السيده زين، ومكان عمله أو طريقة العمل وقدوته، هو القدوة اللي كان عن مثلا عن طريق قطر الخيرية أو عن مبادرة هو أطلقها أو عن أي فعالية ثانية. طبعا من الصفات الموجودة هنا هي الرحمة والتسامح والصدق والكرم، ومكتوب لكي نعزز الأخلاق المحمدية الشاملة التي تتفق حولها مختلف الديانات والثقافات. وعندنا هذا الكم الهائل من المرشحين، في ناس رشحوا ناس كثار، عندنا مثلا اخوي محمد انس، وعندنا الجفيري، وعندنا ناس ما تشوفون هنا الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. جميع ما ذكر التسامح الصدق الرحمه الكرم، والله في كثير يعني مرشحين الشيخ تميم. الفعاليه جدا مميزه، اللي حابب يجي هذا المكان ولا هذا البوث
لكي يشارك في هذه الفعالية عنده يعبي هالبطاقة ويعلقها على هالجدارية. وخلونا الحين متابعينا ننتقل حق فعالية ثانية من ضمن الفعاليات بعد في مؤسسة قطر للتربية والعلم وتنمية مجتمع هذه الخيمة عندنا الكرة الأرضية، تعرف على إنجاز مؤسسة قطر حول العالم من خلال اكتشاف الكرة الأرضية التفاعلية باستخدام الآيباد. تعالوا خلنا أراويكم شلون باستخدام الآيباد. هذه الكرة الأرضية، شوفوا مجموعة الأطفال موجودين للكرة الأرضية. لا حبيبي ارجع ورا عشان أخذ من هالناحية، بينت عندك الحين الإعلام. هذا إنجاز مؤسسة قطر حول العالم، وطبعا هذا شيء مشرف للجميع وأيضا مبادرة ولا فعالية جدا جميلة. خلي الأطفال يتعرفون على الإنجازات اللي قدمتها مؤسسة قطر لتربية العلوم وتنمية المجتمع. عندنا فعالية جدا جميلة وأيضا حلوة من الفعاليات الموجودة هنا، الجمعية القطرية للسكري، رحلة المليونير وحديقة الحديقة الصحية، هي عبارة شارك في لعبة رحلة المليون، نتجه لها، شارك في لعبة رحلة المليونير لتتعرف على معلومات صحية متعلقة بمرض السكري ومعلومات ثقافية. وعندنا حديقة صحية، شارك في السباق وأجب عن الأسئلة. من ضمن أيضا الفعاليات الموجودة في خيمة مؤسسة قطر عندنا مجلس قطر للمباني الخضراء، فيها لعب الفيديو وأيضا ألعاب الاستدامة وأنشطة. وعليكم السلام، تعالوا قولوا لي، خليك معي، شاركتوا في هذه الفعالية صح؟ لا تونا جايين. توكم جايين؟ زين، كلميني عن هذه الفعاليات. أنا أشوف في بعض الفعاليات أنت شاركتي فيها، كلميني عنها. هم والله حلوين يلعبون لأنه فلة بالعكس، لكن الألعاب المفيدة اللي ممكن أن تعلمكم شو تسوون، تقدرون تتعلمون وايد أشياء. هذا الشيء حلو صح؟ حبيتوا بتشاركون كل سنة في هذه الخيمة؟ أكيد. الله يوفقكم إن شاء الله تنجحون، والله يوفقكم وتروحون مؤسسة قطر تدخلون أي حد جاء أي جامعة من الجامعات. شكرا حبايبي، مع السلامة. متابعينا في المزيد والمزيد صراحة من الفعاليات في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، لكن لازم تزورونها. وهذا كل شيء كان عندي وقدرت أغطي لكم إياه. نرجع حق هواتي في الاستديو حصة وخلود. شكرا نور، ونشكر العيال الصغار ما طمحت معها ضيفة. هي المشاركات بشكل عام في الخيمة أظهرت فعلا أن في ارتفاع في الحس كذي الوطني على كافة المستويات. نعم نستكمل حوارنا مع ضيفاتنا. ايش كنا نقول قبل نطلع بيتي؟ والله من شوي تكلمنا مع نادية سوري نيلة، والحين ممكن ان احنا نوجه سؤال لأميرة. أميرة لو حبيت أسألك، لو ما كانت الهندسة ايش أميرة ممكن فعلا تخدم فيه بلادها؟ ليش أحسك في مجال تمريض طبيبة مثلاً؟ خصوصاً يعني أنتوا تهتمون بالدقة والتفاصيل هذه. والله أنا قبل لا أدرس هندسة الطيران كان عندي يعني ثلاث خيارات، يعني يعني كنت أبي هندسة معمارية أو هندسة بترول أو هندسة طيران. هندسة في هندسة؟ لازم هندسة، لأن أنا مدمنة رياضيات يعني عندي الرياضيات شيء أساسي يعني. وعند الدراسة شيء مهم إنك عشان تفيدين بلادك لازم تكون عندك شهادة تقدرين تخدمين فيها بلادك يعني. نعم. فكان يعني مجال الهندسة يعني ما أشوف نفسي أصلاً في مكان ثاني غير الهندسة يعني. إن شاء الله يا مهندسة أميرة. والله تسألينها تقولي لها لو ما كنت مهندسة شو بتكونين؟ أحسها بتجاوب هندسة. هندسة بعد. نستكمل حوارنا معكم ضيفاتنا ونرجع للزميل فيصل المهندي اللي موجود في خيمة بن قطر للتنمية، وتفضل يا فيصل. نعم أنا موجود في خيمة التنمية مثل ما وعدتكم في أول الصباح في برنامج صباح الوطن. أعزائي المشاهدين، خيمة بين قطر للتنمية خيمة مميزة جدا في درب الساعي، وأبرز ما يميزها هو الباص اللي وراي موجود مثل ما تشوفون. الباص راح نتعرف عليه أكثر وأكثر مع أستاذ حمد مجغير مدير إدارة تسويق والاتصال ببنك قطر للتنمية. حياك الله يا أستاذ حمد في برنامج صباح الوطن. الله يحييك أخوي فيصل، وأصبح عليك وعلى الأخوان في الاستوديو ومشاهدين بكل خير، وأشكر قناة الريان على تواجدهم اليوم في خيمة بنك قطر التنمية في درب الساعي. طبعا الخيمة هذه يشارك فيها بنك قطر التنمية كأول مرة في درب الساعي، واستهدفنا العام هذا النشء والإصغار
من سن 6 سنوات إلى سن 16 سنة، فكل الأنشطة تشوفها حولك تستهدف هذه الفئة العمرية. طبعا الهدف الرئيسي من استهداف هذه الفئة العمرية هو نشر الوعي لريادة الأعمال عند النشأ هذا، حتى لما يكبر أنت اليوم تحط فيه بذرة فما تدري متى تثمر هذه البذرة. فالحمد لله عندنا أنشطة متنوعة في الخيمة، وأهمها مثل ما قلت باص صانع، وأيضا رحلة الرواد اللي يمر فيها الأطفال من سن 10 إلى 16 سنة مع 3 شخصيات اللي هم نورة وحمد وعبد الله، وكل واحد فيهم عنده مشروع فيدخلون في 5 محطات الأطفال يساعدون هذه الشخصيات في إنشاء مشاريعهم. طبعا الحمد لله متوفرة مثل ما قلت الأنشطة، حتى الأنشطة حقت الصغار مثل ليجو، مثل الألعاب الصغيرة هذه، المدربين موجودين هنا يعلمون الأطفال أن أنت لما تلعب حتى الليجو هذا، الليجو ممكن يساعدك في تحويل الفكرة إلى شيء ملموس، وهذا هو أصل ريادة الأعمال، تحويل الأفكار إلى مشاريع. فالحمد لله متواجدين هنا وباص صانع متواجد بقوة اليوم، وفخورين برعاية هذا المشروع ودعمه، دعم كبير من قبل بنك قطر التنمية. فمشروع صانع هو من اسمه يساعد الأطفال على تشرب مفهوم الصناعة، فيدخلون من المرحلة الأولى إلى مرحلة الإنتاج من خلال الطابعات ثلاثية الأبعاد أو من خلال يعني النحت أو غيره. فإحنا ممكن ندخل إذا ودك نشوف شيء أكيد، إحنا نوري مشاهدينا إيش داخل الباص وشون تتم العملية مع الطلاب. حياكم الله مشاهدينا، نشوف داخل الباص إيش فيه من فعاليات، شون تتم عملية الصناعة. حمد تعرفني في البداية شو قاعد يسوون الأطفال؟ الأخوان في باص صانع أولاً عندهم منهج تعليمي يعلم الأطفال الدوائر الكهربائية، يعلمهم شلون ممكن من خلال التركيب هذا والمهارات هذه يقدرون يسوون دائرة كهربائية يشغلون فيها بطارية أو يشغلون فيها جرس أو يشغلون فيها مروحة. بمجرد دخول هذا المفهوم في مخه بعدين ينتقل إلى الكمبيوترات هنا، وبعدها بعد الكمبيوترات هذه ينتقل ان الفكره اللي في باله ممكن يصممها، ومن بعد التصميم تنتقل الى طابعات ثلاثيه الابعاد او من خلال النحت او من خلال الامور غيرها. فهذه الدائره كامله هي دائره التصنيع مختصر وبشكل مبسط. لما يصنعون نفس هالاشياء يعني هذه في الاصل اصلا كانت خشبه يعني مستويه، لكن طابعه النحت هذه انحتت هذه الخشبه بناء على التصاميم اللي عملوها الاطفال. بعدين خاص ما عليه اللي يركبها ويسوي المنتج اللي كان يبغى يسويه في مخه، وتم تصميمه من قبل الكمبيوتر هذا. فالفكرة هذه بس احنا المقصد الأساسي وهو هدف استراتيجي من أهداف بنك قطر التنمية هو زرع بذرة ريادة الأعمال في الأطفال. لما الطفل ينشأ وعنده مفهوم أن الفكرة ممكن تتحول إلى شيء ملموس، هذا بحد ذاته شيء مهم جدا في زيادة يعني رواد الأعمال في المجتمع. احنا الحمد لله قبل 3 أسابيع تم الإعلام من قبل المرصد العالمي لريادة الأعمال أن قطر هي الأولى عربيا وخليجيا في ريادة الأعمال، والمركز 22 عالميا، والهدف أن نتحسن بشكل أكبر. طبعا الهدف لما نستهدف النشأ ونحاول مع يعني الشركاء الأساسيين في الدولة في نشر هذا المفهوم راح ينعكس بشكل مباشر على ريادة الأعمال داخل الدولة. إن شاء الله مركز 22 يتقدم عالميا ويصير من المراكز الأولى، وهذه الأفكار تتحول إلى مصانع، تتحول إلى يعني منتجات يعني تساهم في الاكتفاء الذاتي وتساهم في تعزيز منتج محلي بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. بإذن الله يا حمد الجغير مدير إدارة الاتصال والتسويق في بنك قطر التنمية، شكرا لك على هاي المعلومات، واتمنى ايضا من عيالنا يستفيدون من هذه التجربة. نرحب بالجميع يوميا متواجدين هنا في درب الساعي، الحمد لله الاقبال كبير جدا، ونرحب بالجميع خصوصا باص صانع ورحلة الرواد هذه فعلا تزرع البذرة بشكل اساسي في الاطفال، فحياكم الله ونرحب بالجميع. مشكور يا حمد، بيض الله وجهك. واحنا في باص بنك قطر التنمية وصلنا الى ختام فقرتنا اليوم في بنك قطر للتنمية في خيمة درب الساعي. اسمحوا لنا على الإطالة واتلكم الصوت والصورة للانتقال إلى ضيوفنا معاكم حسن. شكرا فيصل، ونشكر حمد مجغير، ونرجع لضيفاتنا في الاستديو، ويمكن وصلنا يعني شرفت الساعة الثانية على الانتهاء. فمنيرة بعد يعني يمكن خلينا في البداية منك كلمة يعني بهذه الأجواء، بعد شنو حابة تقولين؟ أنا عندي يعني نصيحتين يعني حق بنات هالقطر، يعني
النصيحة الأولى إن أنا أتمنى إن يختارون تخصصات نادرة وغريبة، يعني إنه ما يحتكرون على التخصصات المعروفة. نعم. يعني البنات يعني مختارين دائما تخصصات معينة لهم، فأتمنى إن يطلعون عن هاي المجال أوسع وأكبر. هذه نصيحة. هاي النصيحة الأولى. النصيحة الثانية إنك تحافظين على عاداتك وتقاليدك في تخصصك. نعم. يعني هالشيء لازم ما يأثر على شخصيتك أنت كقطرية. أكيد. نعتبرها نصيحة عامة، أتوقع تمثلكم كلكم. أكيد طبعا. نشكركم على حضوركم، ضيفاتنا الكريمات الفنانة التشكيلية أمل العاثم وأيضا نيلة البرشيد، يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا. يمكن داهمنا الوقت وكذي وصلنا معاكم من ختام حلقتنا اليوم من صباح الوطن. دمت بعز وخيرا يا وطن، وحياكم في درب الساعي وبشروب العز والخير. ان شاء الله نشوفكم على خير من الله غدا، وفقرات منوعه ومباشره من درب الساعي من كل الجهات والمؤسسات بالدوله. ودام عزة شاي قطر في مالا.